رجعنا لكم مشاهدينا من بعد أول وقفة إعلانية. دايما بقول رح أرجع أذكر أنه الموضة كتير موجودة بقوة عنا، ولكن قبل ما أخبركم عن الموضة، في ثلاث صبايا كتير مهضومين حدنا هيك عم يلعبوا، قلوا لهم هاي، سلم مع أهليكم هاي جيرلز هيك هاي. مشاهدينا اذا تننتقل لفقرتنا ومع ضيفتي يلي اسمها ياسمينة فرح مسعود. ياسمينة بلشت مع الحقوق ورجعت انتقلت لتصميم كل شيء بيختص بالجلود، طبعا هي موجوده معنا لتخبرنا اكثر. كيفك ياسمينة؟ منيحة رن، شو اخبارك؟ كل شيء منيح. انا قلت انه انت بتصمم كل شيء بيختص بالجلود، اذا فيك تحددي لنا اكثر شو هن تصاميمك؟ ايه الماركة تبعيتي اسمها فبروري، وبصمم بلشت بجزدين بس بعدين وسعت صرت صمم احذية، ومرات اذا هيك بيطلع انسبيريشن بصمم ليذر اكسسوارز. اصلا انا انتبهت انه اللي لبستيها بايدك كثير حلوه، فيها جلد وفيها كمان لولو. نعم. والحذاء يلي لبسته اليوم ياسمينة من تصميمها، هيدا من كولكشن فبروري، فبروري سمر كولكشن. هلا نعم. ياسمينة انت بتقولي هارموني ان كونتراست، يعني تناغم بالتناقضات، بهذا العنوان بتعرفي على صفحتك، اذا فيك تخبرينا اكثر شو بتقصدي بهارموني ان كونتراست؟ ايه انا وقتها بلشت الأول كوليكشن رسمتها خلقتها تحت شعار there is harmony in contrast، لأنه بلاقي أنه في أكثر تناغم بالكونتراست، يعني مثلا بكل شيء بين القديم وجديد، بين الأنوثة والرجولية، بين الجلد والدونتيل، بين كل شيء كيرفد وكل شيء ستريت، هيك تناقضات بلاقي أحلى. يعني بعطي مثل، بفضل مرة تكون لابسة جينز هيك شوي مخزق مع توب دونتيل وحلق بجنن وميك اب بجنن، من ما تكون مثلا لابسة توتال لوك أو مثلا تون سور تون الوان بيلبقوا. بتحب البساطه ونزين بالحذاء بالباجز. نعم. وبالاكسسوري. بحب هيك كل شيء رقد مع كل شيء جلامرس. اوكي. ياسمينة انت سميت الكولكشن مثل ما هلا قلتي فبروري، وهو هذا الشهر يلي انت خلقتي. نعم. فيه قد ايه كان وجه خير عليك هذا الشهر؟ اول شيء خلقتي، يعني هذا اكيد حلو لاهلك. بس خبرينا الكولكشن قد ايه لقيت صدى؟ الكولكشن لقيت صدى كتير أول وحدة، وعم بتلاقي أكتر وأكتر هلا. أكيد بالأول يعني ما بخبي عليك، هون بلبنان وقتها تنطلق من جديد العالم ما يعني العالم أكتر بيطلعوا بيحبوا أكتر كل شيء ليبلز وهيك، بتاخد وقت تقدر تنشهري بلبنان ويفهموا إنه الشغل إنه فيه يكون يقدروا شغلك. يمكن بردون. يقدروا شغلك. أي يقدروا الشغل. بس هلا لا خلص، يعني احسن احسن ان شاء الله. ياسمينة اكيد بكل التوفيق. مثل ما هلا قلت انه هون بحبوا يمكن اكثر ماركات وهيك. نعم. وحتى منشوف انا كثير بتعرف على صبايا بيصمموا الباجز بس بيكونوا ما بيحملون، فقد ايه ياسمينة هي بتحمل الباج اللي بتعمله؟ لا ماكسيموم. ايه؟ اكيد ما بخبي عليك انه مرات بيطلع بالي البس حلو تنويع اذر باجز اذر شوز، لانه في اذر ديزاينرز حتى ليبانيز ديزاينرز بحملهم اغراضهم لانه ذير فيري تالنتد. بس اكيد انه انا اول ام ماي اون موديل، يعني انا اول امباسادر للبراند. والدليل تخبر المشاهدين انه اليوم ياسمينة حامله ساك هو من كولكشن فبروري. اوكي. اذا فيك تخبرنا علي هيدا نيو كولكشن. هيدا اسمه ايرون ليدي الباج. هيدا الايرون تبع الحصان يعني مثل لوكي رسن لوكي شو هورس شو سوري. الجلد جلد الماني. هلا اذا بدك نحكي عن الجلود، هلا بنحكي عن الجلود اذا بدك. وعلى ستادز اللي هن كثير دارجين هالصيفيه فعلا. ستادز موجود بقوه على الجاكيت على اللبس وين ما كان، حتى على الشوز عم نشوفه. بس مثل ما بتشوفي نقيت ستاد شوي ديسكريت لانه الستيل تبع البراند تبعيتي منا بلينج، يعني ما كثير بحب البلينج. اصلا لاحظنا انه صحيح ستادز بس شوي مثل معتقين ميلين على اسود جراي. في باج اخذ كثير رواج بدنا نعرف عنه، وانا استعرته من صديقتك اللي معك، هو هيدا الباج، اذا فيك تخبرينا اكثر عنه. ثانك يو لانك اعطيتينا الباج. هيدا الباج اسمه ادميرال جيمس، هو استوحيته من الكوستيم الميليتير. عملته أول كوليكشن وكتير كتير انشهر. إذا في ياخد هاي ديتيل هو للستارز و صح هو ليه. وعملته كاكي اند ريد، ورجعت وعملته أزرق وجولد، وبالكوليكشن الشتوي اللي إجت بعدين رجعت عملته بغير ألوان. أوكي. والعالم كتير حبوه بعده مطلوب لهلا. بدي أسألها في شي بيحرز؟
انا رايحه. خبريني شو الجلود اللي بتستعمليها؟ الجلود كلها مستوردة، مش يعني بفضل استعمل، لأنه جربت اشتغل بالجلد المصنوع بلبنان، ما بقول انه منه منيح، بس منه كتير، ما بيسمح لي انه اتوسع كتير باشكال الجديدين، لأنه منه كتير سبل. بستورد من ايطاليا، من المانيا، من تركيا، وبستعمل كذا نوع جلد، يعني جلد البقرة، جلد الغنم، الحية. ياسمينة اكيد انت بما انك عم تعملي كولكشن دايما بتنبشي على الفينيشينج، وهذا شفته من خلال هيدول الباجز اثنين يلي شفناهم، واكيد عم يمرق صور عم بيشوفوا المشاهدين. بس قد ايه بتحس الجلد ممكن يضيف على الفينيشينج يلي عم تعمليه؟ وقد ايه انت بتشتغلي مثلا على البطانه من جوا يكون كله نضيف الشغل؟ كثير قد ما فيك تتخيلي. اول شيء كل الجزيدين هاند ميد، ريلي هاند ميد، يعني لانه الاتوليه اللي هو الاتوليه لفبرو اتوليه كتير صغير، والشخص اللي بيعملهم كتير 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 شاطر، اذا عم يتفرج علي راح يعرف حاله. كتير كتير بشدد على فينا نقول له ميرسي اذا بدك تسمي اسمه. بشدد كتير على الفينيشينج، واكيد الجلد كتير مهم، الجلد بيعطي رهجه للجلدين، بس الفينيشينج مهم كتير، لانه اذا بتستعمل جلد كتير حلو والفينيشينج منه كتير نظيف، ما بيطلع الجلدين يعني مثل يعني صحيح. والعكس تمام، يعني كمان اذا جلدين كتير حلو ولكن الجلد منه حلو فما بيعطيك. وكتير بنتبه على الديتيل، ذا ديفل از ان ذا ديتيلز مثل ما بنقول، حتى من جوا للبطانه، الالوان، الزيبر، كل شيء. يعني بس فهمت منك انه ما كتير بتكتري كميه؟ لا ما بكتر، بتشتغلي على نوعيه اكثر. اي على نوعيه، واكيد يعني بفضل يطلع معي ديزاين كتير حلو من ما اعمل هيك بس موديلات تتكمل الكولكشن. اذا النوعيه اكثر من الكميه. ياسمينة خبريني شو هيك، يعني عملت كولكشن يلي هي فبروري وفي كولكشن غيرهم، اذا فيك تخبرينا عنهم اكثر. هي البراند اسمها فبروري، بس لهلا صرت عامله 3 كولكشن، سبرينغ سمر 2011، وينتر 2011، وسبرينغ سمر 2012. شو كان اساميهم؟ ما لهم اسامي، هي ما لهم اسامي، كل قطعه لها اسم. نعم، بس في اذا بدك انسبيريشن، مثلا الشتوي الماضي كان كل شيء بالي بوك وكل شيء ارديكو. نعم. يعني 1930s. نعم، نحن بدنا نتمنى لك ياسمينة فرح مسعود كل التوفيق، وفعلا جود لك بكل شيء كنت عم تعمليه، على امل انك توسعي اكثر، نشوف كثير بانتس وجاكيتس واشياء اكثر. ان شاء الله بالتوفيق لك، وانت هلا مامي جديده، فالف مبروك النيو بيبي.